السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد اليوم: الفتى الموهوب الذي يعول عليه المنتخب الجزائري مستقبلا بدر الدين بوعناني يجدد عقده مع نيس إلى غاية 2029، وذلك بعد مستوياته الرائعة مع النادي مؤخرا. ثانيا: بن سبعيني وقندوس في التشكيلة المثالية خلال الجولة الرابعة من تصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025 بالمغرب، وذلك بعد تألقهم اللافت في الجولة الثانية حيث فازت الجزائر على منتخب الطوغو في ميدان الطوغو 1-0 بشق الأنفس، وسجل الهدف رامي بن سبعيني عن طريق ضربة الجزاء، كما أنه لعب الحارس المنتخب الوطني الجزائري قندوز دورا كبيرا في فوز المهم بعد تصدياته أكثر من 7 كرات في المباراة. المغرب يفوز على نظيرته إفريقيا الوسطى 4-0، وشهدت المباراة تألق كل من بن صغير بتسجيله هدفين، وسجل نصيري هدف عن طريق ضربة الجزاء، أما الهدف الرابع فقد سجله الزلزولي. تونس تكتفي بالتعادل الإيجابي 1-1 مع جزر القمر. وأخيرا البرغوث ليونيل ميسي يتألق ويثبت أنه يمكنه مواصلة مشواره الكروي مع المنتخب بعد قيادته منتخبه للفوز العريض 6-0 على ضيفه بوليفيا ضمن الجولة 10 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم، حيث سجل ميسي هاتريك وقدم أسيست. فأما مسك الختام تخيل مدربا لمنتخب إنجلترا ابتداء من عام 2025، وهذا كان حصاد اليوم إخوان، وإن شاء الله كنا طريفين عليكم خفاف ومزيد من التألق إخوان، ونلتقي في الأسبوع القادم مع جميع المحترفين الدوليين وبالخصوص الجزائريين. وإذ كنتم مهتمين بجميع الأخبار العالمية في كرة القدم، فأتمنى أن تترك رأيك المحترم في التعليقات وتقبل نصيحتكم بإذن الله تعالى، وما تنساوش تعليق محفز ولايك وشير يا كبير. ومع السلامة، ودمتم في رعاية الله.